تبذل دول الخليج جهودا لتعزيز قطاع التعليم في ظل تزايد عدد السكان والطلب على الكوادر المؤهلة لقيادة سوق العمل. وفي ظل التركيز المتنامي على التعليم عالي الجودة، ارتفعت مستويات الإنفاق على هذا القطاع. وقدر تقرير لمؤسسة فيتشرز ميدل إيست الاستشارية قيمة إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على مشروعات تشييد الجامعات والكليات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بأكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014. ويتوقع خبراء ارتفاع عدد الطلاب ببلدان مجلس التعاون إلى 11 مليون و600 ألف بحلول عام 2016. لكنهم يشيرون إلى أهمية ضمان الجودة في ظل الارتفاع الجنوني لرسوم التعليم في المدارس والجامعات الخاصة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي. دكتور عيسى، أهلا بك معنا. طبعا التعليم الجامعي على رأس أولويات ليس فقط الشباب، ولكن حتى الأهل عادة ما يكون هو هم عند الأهل. وهناك دائما ربما معادلة مستوى التعليم ومستوى الجامعة وتكلفة هذا التعليم. في منطقتنا، في منطقة الخليج بالتحديد، كيف تقارن النفقات على التعليم الجامعي أو رسوم التعليم الجامعي مع المستويات العالمية؟ طبعا في الحقيقة طبعا أول مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا التعليم الجامعي خصوصا يعني تعليم عام بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة له طبعا هو أساس كل مجتمع يهتم بالتطور. برغم ان الجامعات في الدوله تسعى الى الارتقاء بجودتها، ولكنها ما زالت يعني تسعى الى الافضل، وهذا شيء طبيعي لان اصبحت الدوله تنظر الى دوله الامارات الحين لتصبح وجهه تعليميه من كل انحاء العالم، اي نحاول ان نسعى لنعمل سياحه تعليميه. فبناء على هذه السياحه التعليميه، اذا الجوده اساس المنظومه التعليميه في الدوله. بدون الجوده لن نستطيع ان نستقطب طلبه من انحاء العالم، لانها ستصبح سياحه تعليميه بشكل عام في الدولة، والتي ستسهم في تطور البلد. من الضروري جدا أن نهتم بالجودة ولا نتنازل عن الجودة، مو بس هذا، وحتى بمعايير عالمية. بمعنى هذا أن المعايير العالمية هي الأساس في تأسيس الجامعات وتحسين الجامعات وتطوير الجامعات إلى أن تصبح جامعات رائدة عالمية. طيب بالنسبة للتكاليف، وبالنسبة لي بالنسبة للتكاليف، طبعا هناك جامعات تكاليف قليلة وفي متوسطة وفي تكاليف عالية، لأن الطلب موجود. ما دام الطلب موجود فالتكاليف ما تكون مقياس للجامعة. أنا ارتأيت في جامعة دبي مثلا أن الطالب أهم شيء عنده يتلقى العلم الصحيح بالجودة العالية، والمبلغ بيكون شيء ثانوي. طبعا هناك ايضا بعض الفئات لا تستطيع ان تدفع المبالغ هذه، فبالتالي هناك ايضا مساعدات يعني موجوده داخل الجامعات لمساعده الذين لا يستطيعون تقديم او دفع المبالغ. ولكن احنا بالنسبه للعالمي احنا نعتبر متوسط في دول اعلى منا وفي دول اقل منا. يعني التكلفه نسبه الى جوده التعليم ويعني الشهاده وكيف ينظر الى هذه الشهاده اقليميا ودوليا، تعتبر التكاليف متوسطه برايك؟ نعم صحيح، هذا صحيح 100%، لان الجوده هي الاساس. والجوده هي الاساس لاستقطاب الطلبه، ومن حتى المخرجات التعليم بتكون افضل. هذا المطلوب اصلا. نحن في النهايه نخدم الانسانيه بصفه عامه، لا نخدم فقط الدوله. اصبحت الدوله الحين الامارات دوله عالميه وليست فقط دوله اقليميه. طب كيف يمكن ضمان معايير الجوده دكتور؟ طبعا ضمان معايير الجوده شيء اساسي، هناك اجراءات كثيره، والاجراءات هذه تتبعها وزاره التعليم العالي في داخل دوله الامارات المتحده. فهذه الاجراءات وهذه المعايير هي اللي تحدد اقل ممكن من
المستوى لحصول على الجودة المطلوبة. ها رقم واحد. رقم اثنين أيضا اعترافات العالمية. مثلا جامعة دبي عندها اعترافات عالمية، اعترافات عالمية في كلية الإدارة AACSB وكلية تقنية المعلومات إبت. معنى هذا إحنا ننظر إلى الاعترافات العالمية حتى إحنا نكون على مستوى إن العالم تعرف إن إحنا مستوياتنا عالية جدا، لأن إحنا نقارن بالجامعات العالمية لأننا في اعتراف عندنا من المجالس العالمية. طيب بالنسبة للكوادر التعليمية أساتذة الجامعات، إذا تحدثنا بالتحديد عن الإمارات أو المنطقة بشكل عام، على من يتم الاعتماد بشكل أكبر؟ يعني هل هناك أيضا جهود لتطوير كوادر محلية تقود هذه الجامعات؟ أيضا الكوادر التعليمية تكون يعني قادرة على ضمان معايير الجودة بشكل عالي في جامعات الدولة؟ طبعا ما دام في إجراءات وفي معايير بدون شك الضمان بيكون موجود. الجامعات احنا لما نستقطب أعضاء تدريس هنا في شروط معينة. يعني الحين أيام زمان كنا ننظر إلى الجودة الأكاديمية للعضو التدريس، الحين ننظر أيضا إلى الجودة التعليمية والأكاديمية بجانب الجودة التطبيقية. بمعنى العضو التدريس في مكان ثاني عندي خبرة عملية، عندي خبرة في التجارة، عندي خبرة في الصناعة، فبالتالي نجيب هذا الشخص يوم يدرس الطلبة عندنا بجودة عالية، معنا أكاديميا موفق وأيضا صناعيا وتجاريا موفق، فبالتالي مخرجات التعليم بتكون على مستوى عالي وجودة عالية. إذن الأساس الحين حتى المجالس العلمية للاعتماد الأكاديمي ينظرون هالمعايير هذه، يعني إلى المعيارين لاستقطاب أعضاء تدريس داخل الجامعات، وهذا نتبع أيضا في جامعة دبي بالضبط، نتبع كل هالخطوات، وهذا سبب رئيس إن بسهولة حتى جددنا الاعتماد السنة هذه للكليات. لأننا تبعنا نفس المعايير وهناك عندنا تحكم في عدم النزول مستوى أقل من المطلوب. طيب دكتور، من خبرتكم مع الطلاب نفسهم، يعني هل تغير توجه الطلاب بشكل عام، أولوياتهم، مثلا اختصاصات التي يتوجهون إليها، نظرتهم إلى التعليم الجامعي وإلى سوق العمل في السنوات القليلة الماضية؟ الجيل الجديد جيل واعي وجيل ذكي وملم بالمتغيرات العالمية، ملم بالمتطلبات العالمية، ملم بمتطلبات المجتمع، ملم بالمتطلبات الصناعة، فبالتالي الجيل الجديد اليوم يختار تخصص يكون مر بمراحل كثيرة، خصوصا عنده كل شيء في إيده، عند الهاتف الذكي وعند التابلت الذكي، كل أشياء ذكية وعلى طول موصلة بالإنترنت، فهذا يسهل على الجيل الجديد أن يختار التخصص بناء على مجريات الأمور وبناء على متطلبات المجتمع وبناء على متطلبات الصناعة. فبالتالي الطالب الجيل الجديد، في ناس يقولون جيل جديد جيل مدلل، نعم هو ليس مدلل، هو فقط أسلوب تغير. إحنا المفروض نغير أسلوبنا بطريقة بحيث أن نطوع المنظومة التعليمية لنواكب التغيرات، بحيث أن هذا الطالب يحب أن يتعلم. إحنا إذا حببنا الطالب أن يتعلم فهناك سيتعلم، ولكن إذا طبقنا المعايير القديمة نعم فبالتالي سننفر الطالب، وهذا الطالب فبالتالي وينظر إليه أن هذا فاشل، ليس بفاشل. شكرا لك دكتور. إحنا المفروض نغير ونطور نفسنا. نعم. رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، شكرا جزيلا لك.